أكن فعلا اللي احنا فيه من اختلاف الليل والنهار أو إيقاع الليل والنهار على الأرض دي خاصية فلكية خاصة، أن شفنا أنواع الليل على القمر والزهرة والمريخ وعلى أورانوس ونبتون وبلوتو حاجات فظيعة شيء ما يتعش. إنما الليل بالطريقة اللي بنعيشها على الأرض بالإيقاع الجميل ده خاصية فلكية خاصة بالأرض، يعني ما جاتش كده، ده احتاجت لتهيئة خاصة. يعني عشان يبقى إيقاع الليل والنهار بالصورة اللي احنا بنعيشها احتاج الأمر إن الأرض تدور بسرعة معينة، تبقى قريبة من الشمس بدرجة معينة، لا هي قريبة قوي ولا هي بعيدة قوي، لأنها لو كانت قريبة قوي كان بقى حالها زي عطارد والزهرة، ولو كانت بعيدة قوي كان بقى حالها زي حال أورانوس ونبتون وبلوتو. فإذا وضعها بتحسب مظبوط، يعني احتاج الأمر إلى تهيئة خاصة، سرعة دوران خاصة، مسافة من الشمس خاصة، عشان نوصل للإيقاع اللي احنا بنعيشه، الإيقاع الجميل ده 12 ساعة ليل 12 ساعة نهار. وبعدين جاذبية الأرض احتفظت بالمحيطات، فبقى في مية وبقى في نسمة، وفي نفس الوقت احتفظت بالجو، فبقى لون السماء أزرق، بينما لون السماء في القمر أسود خالص، ليله أسود والنهار برضه، بالنهار على القمر برضه لون السماء أسود، لكن على الأرض لأن الأرض احتفظت بالجاذبية بتاعتها، احتفظت بمية المحيطات واحتفظت بالجو، فأصبح في جو، الجو هو اللي ادى الانعكاسات والانكسارات الجميلة واللون الأزرق الحلو اللي احنا بنشوفه، والشفق والغسق وكل الحاجات اللي ايه بيعبر عنها الشعراء. أكن الإيقاع الجميل بتتابع الصور الحلو بالألوان اللي احنا بنشوفها على الأرض كان نتيجة تهيئة خاصة، ما جاش كده، ده تم نتيجة حسابات وخطط مظبوطة. تمام، زي ما تيجي تشوف رواية محبوكة قوي قوي وبعدين تقول يا سلام ده مين اللي ألف أو مين اللي أخرج، تبتدي تحس بما وراء الكواليس. كذلك احنا لما نشوف نحس بالتهيئة ان المسألة كانت مش صدفة، دي حاجة محسوبة، فعلى طول يتجه احساسنا للغيب، مين اللي خلق، ما اروع ما خلق. وهو الدين باختصار هو ايه الدين؟ ده في كلمتين اتنين، الدين هو احساس بالغيب، مجرد انك تحس بان في شيء ورا الكواليس، ان في يد عملت، ان الحكاية ما جاتش كده، ان في حبكة، ان في حكمة، ان في هدف، ان في نظام، هو ده بداية الدين.